السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. أيها الإخوة الكرام، إنها كلمة أهمس بها في أذني مدمني التصوير والسيلفي والسناب والفيسبوك والإنستغرام وغيرها من المواقع التواصل الاجتماعي، إلى من يتباهون يوميا بنشر صورهم وترفهم وسفرهم وأخبارهم وأولادهم وأزواجهم وموائدهم وهداياهم وبيوتهم وسياراتهم وحتى حفلاتهم وأموالهم وأزيائهم، كل هذا على مواقع التواصل الاجتماعي. احذروا احذروا احذروا. الله تبارك وتعالى يقول، قال يا بني، دمين سيدنا يعقوب لمين؟ لابنه سيدنا يوسف عليه السلام، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الذي أخبر عنهم رب العالمين هم أخوة يوسف، يعني ليسوا من عامة الناس. ركزوا معايا في الكلام ده، ركزوا معايا في الكلام اللي هقوله. إخوة يوسف أولاد مين؟ سيدنا يعقوب، يعني أولاد مين؟ أولاد نبي. وإخوات مين؟ إخوات نبي اللي هو سيدنا يوسف. طيب أحفاد مين؟ سيدنا إسحاق. وجدهم الأكبر سيدنا إبراهيم. يعني ركزوا معايا، دول مين؟ إخوة أنبياء أو إخوة نبي وأولاد نبي وأحفاد نبي، يعني دول ليسوا من عامة البشر، ليسوا من عامة الناس. أيها الإخوة الكرام، احفظوا أسراركم وأولادكم وصوركم وأخباركم وخصوصياتكم، وابتعدوا بها عن أعين الناس، ابتعدوا بها عن أعين الناس ما استطعتم. احفظوا صور الطرف والبزخ ولا تنشروها، ولا تتباهوا بأنواع أطعمتكم وموائدكم وألوانها، احتفظوا بها لأنفسكم. ليه؟ حولكم أمم تتألم، حولكم أناس جياع لا يملكون ثمن رغيف خبز واحد. واعلموا أن عيون الحاسدين أكثر من عيون الذاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب المرسلين وسيد الأولين والآخرين، أكثر، ركزوا في الحديث، أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. العين قد تقتل، ولذلك قال في حديث آخر، العين حق، ولو كان هناك شيء سابق القدر لقلت العين، رواه مسلم. فإن لم تخشى كل ذلك فينبغي أن تنتبه، وينبغي أن توقف التصوير فورا والتباهي، حتى إن لم تخف من هذا، حتى يا أخي من باب مراعاة مشاعر الآخرين، فأنت تملك وغيرك لا يملك، وهم يرون ما تملك وهم لا يملكون شيئا، وأنت لست مستشعرا بهم، وهذا ليس من الإسلام. إن لم تخف على نفسك فخف على مشاعر الآخرين، مع أن الأولى أن تخاف على نفسك، لأن الذي أخبرك بذلك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.